ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا يوم الاثنين أن نادي إنتر ميلان الإيطالي تقدم بعرض رسمي لضم البرازيلي دانيال ألفيش مدافع برشلونة الإسباني الذي سيغادر النادي الكتالوني في الميركاتو الحالي بقرار من المدرب الجديد لويس إنريكي. وأثيرت تكهنات واسعة بشأن قرب رحيل ألفيش عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علما بأن عقده مع النادي الكتالوني ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن نيراز زوري قد عرض رسميا إلى برشلونة شراء المدافع البرازيلي لعقد بمدة 4 سنوات كاملة. كما أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الإنتر مستعد لدفع 6 ملايين يورو سنويا لدانيال ألفيش مقابل قدومه إلى إنتر ميلان.